بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافنا في أبداننا وفي ديننا وأهلينا ودنيانا وأحبابنا وذرياتنا وجيراننا وبلادنا والمسلمين أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا عفو شامل كامل يا رب العالمين، حتى تقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مقصرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك أرحم الراحمين. اجعلنا للخيرات دليلا وإماما يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من أهل الرضا وأهل الصدق والإخلاص وأهل اليقين والثبات. اللهم يا رب العالمين نسألك يا أرحم الراحمين، إذا أردت أن تزلزل العباد بفتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم كما يسرت لنا رمضان وبلغتنا رمضان وأعنتنا على القيام وعلى الصيام، فتقبل ذلك منا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تستدرجنا يا رب العالمين، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نحسن الظن بك يا رب العالمين، فاعف عنا وعافنا، وأنت عند ظن عبدك ونحن نحسن الظن فيك يا رب العالمين. كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن عليه من أهل الكمال والإيمان والإحسان يا رب العالمين. واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل لنا فرقانا، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وأحينا على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وخلقنا بأخلاقه، وارزقنا حبه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، وعرفنا إياه معرفة كاشفة لفضائله وفواضله، نسلم بها من موارد الجهل بك وبه في مخارج الأمر ومداخله، ونكرع به من موارد الفضل الواصل منك إليه، وننهل من عين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل شرح وقراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة. الحديث 19 في هذا الكتاب المبارك من الجزء الأول من المجلد الأول، حديث الرأفة بالحيوان، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. عشان سأى كلب أدخله الله الجنة، ما اللي يسقي إنسان؟ وإذا كان هذا الإنسان كمان مؤمن مسلم، وإذا كان مؤمن مسلم والي صالح، كل دي درجات أعلى فأعلى فأعلى. إذا كان كلب وعند المسلمين الكلب نجس ويتحروا إنهم يبعدوا عنه، وأمرنا بقتله في بعض الأحوال، وبالرغم من كده ربنا برضو لطيف بالكلب، لأنه من خلقه، فلما لقى من يلطف بخلقه لطف به،
فلما رأى من يرحم خلقه رحمه، لأن النبي قال الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض. والكلب ده في الأرض ولا في القمر؟ معه في الأرض برضه، يبقى كل حاجة في الأرض ترحمها، حتى الجماد تمشي الهوينة فيه. ده النبي رحم الجزع لما حن لفراقه، قطع الخطبة ونزل حضنه عشان يهديه، والجزع ده بقى جماد خلاص لأنه مات، مش نبات حتى، بقى جماد لأنه ده بقايا نخلة بعد ما ماتت فصار جماد. حن لفراق النبي، يوم النبي يقطع خطبته وينزل يحضنه ويوشوشه كمان، يكلمه يهديه كده ويقول له أما يرضيك أن تكون معي في الجنة، يروح ساكت اطمئن خلاص وعد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يرحم كل من في الأرض رحمة للعالمين، والعالمين ايه؟ جماد وايه؟ وحي، والحي ده هيدخل فيها النبات والحيوان والإنس والجن والملائك والعوالم التي لا نعلمها، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والنبي رحمة لكل دي، فهمت بقى؟ فالنبي اللي رحمة لكل دي نبينا، فعايز أمته تبقى كده، عايز أمته كده، لدرجة ان في حديث المسلسل بالأولية اسمه حديث الرحمة، مشايخنا كانوا أول من قابلهم يقولوا لنا اللي هو إيه، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا، أول حديث في طلب العلم، لأن العلم لو ما خدتوش بالرحمة يورثك الكبر والغرور ويشعرك إنك أنت متميز على الناس فتتكبر عليه. يوم أول حديث في طلب العلم المسلمين يأدبوا أولادهم إزاي، يعلموا الأول إنك اطلب العلم بالرحمة مش بالتميز. ده اسمه المسلسل بالأولية، أول درس في طلب العلم يقول له الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء بالروايتين بضم الميم وإيه وجزمها. كل ده ليه؟ عشان يربي المسلم على هيئة معينة من الرحمة العامة، فلا يكون من المفسدين، لأن الله لا يحب الفساد، لأن ضد الرحمة فساد، وربنا ما يحبش الفساد. والنبي عايز أمته تبقى محبوبة لأنه هو المحبوب المقرب، فكل ما تبقى أنت قريب من الرحمة تبقى قريب من محبة الله، كل ما تبقى بعيد من الرحمة بعيد عن الله. وعشان كده يقول لك إيه، الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الحكاية أصلية مش عنف وخلاص، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق في بالناس كلها، حتى اتفرج أنت عليه وهو كان بيفاوض الكفار وهو المنتصر، كان يفاوضهم بالرحمة. يوم فتح مكة سيدنا سعد يقول إيه، اليوم يوم المرحمة، يقول كذب سعد يعني أخطأ سعد، اليوم يوم المرحمة. وانت شايف أهل مكة عملوا فيه إيه وهو فيهم، ولما بعد عنهم ما سابوهوش في مكانه، بقوا يروحوا له ويلموا له القبائل عايزين يقتلوه كمان، في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، يعني كان لو قطعهم كان يبقى لي حق، فهمت؟ لكن شوف بقى النبي وهو جاي منتصر وأعداءه لسه موجودين، اللي هم آذوه وآذوا أهله وآذوا أحبابه، يقوم يقول اليوم يوم المرحمة. المرحمة الفرق في الحرف بس، التاني يقول الملحمة، يقول له لا كذب سعد أخطأ، أنا نبي الرحمة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شفت جمال النبي بقى يعلمك. عشان كده ما عرض الأمر أمرين على النبي إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلى الله عليه وسلم. فهو ساء كلب فربنا شكر له فأدخله الجنة. ظاهر الحديث يدل على إدخال الرجل الجنة بإروائه الكلب، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، هل هذا خاص بهذا الحيوان وهذا الرجل، أو هو عام في جميع الحيوان والمخلوقين؟ احتمل إن دي حادثة خاصة بالرجل ده وخلاص، وإن خاصة بالكلب ده وخلاص، محتمل. لكن الأظهر إن النبي لا يرويها وتبقى خاصة، ده بيرويها لأنها تعم الكل، لأن الأحاديث التانية تدل على كده، قال لنا الرحمون يرحمهم الرحمن، وقال ربنا يحب الرفق في الإيه، وقال في كل كبد رطب أجر، يبقى الحديث ده عام
لا خاص بالرجل ولا خاص بالكلب، ده في كل حيوان غير ضار. ما تلاقيش بقى تعبان سام وتقول انا حاسقيه واربيه، يبقى يشترط في الحيوان الا يكون ضارا. ما تجيبش عقربه وتلاقيها تعبانه وتقول اما اربيها وطبطب عليه وبعدين تروح تقرص الناس. ما احنا مامورين بقتل ايه 7 فواسق في الحل والحرم، مش مامورين بقتل 7 فواسق في الحل والحرم؟ منهم الكلب العقور اللي هو اصلا كلب مريض عنده سعار بيعض الناس كده على الفاضي وعلى المليان، ده بقى مريض خلاص، ده يقتل. مش تروح بقى تسقيه، ما قبل ما هتسقيه هيعضك، فاهم؟ يبقى عندك الكلب العقور، وعندك كمان ايه، عندك الحدقة الحداية برضو نفس الحكاية، لانها بتخطف الفراخ وتخطف البط وتحصر الفراخ على البيض بتاعها وبتزعله فبتعمل أذى. فبدل ما بتنكد على الخلق الله اخلص منه، مش كده؟ والحية، الحية والعقرب والوزغ اللي هو البرص وما كان على شاكلته، فهمت؟ كل الحاجات دي مطلوب انك انت تقتلها في الحل والحرم، واضح؟ لكن الكلب ده ما كانش عقور، ده كان كلب غلبان كده، يمكن كلب حراسة وتاه، او مخلوق من خلق الله، لا عقور ولا حاجة، ولا قاعد بياكل الايه التراب المبلل بالماء، يعني من شدة عطشه بياخد التراب عشان فيه شوية مية، يبدو انه هو جنب مية والمية غويطة في مكان غائر بعيد، لكن ايه على حواف البئر في تراب مبلل بالماء، فالكلب قاعد جنب التراب ده ياكله ويسفه عشان مبلل بأثر الايه الندى. فأدرك من الحالة دي حالة الكلب انه عطشان جدا، يوم ايه يملاله من الخف بتاعه، يبدو انه ما كانش معاه حتى وعاء يسقي فيه الكلب، يقوم يقلع الخف بتاعه، والخف معلوم انه ايه يفسد بالمية، لكن بالرغم من كده ضحى بدنياه من اجل اخرى. فكأنك بيديك اشارة انك انت تبذل الدنيا للآخرة كما بذل هذا الرجل الخف للكلب، فهمت بقى المسألة؟ وشبه الدنيا بالكلب، وشبه متاع الدنيا بالخف. يا على جمال النبي، الدنيا كلها كده كلب بيعوي، اديله اللي هو عايزه وريحه، وكل متاع الدنيا اللي عندك ده ايه، ده خف لابسه في رجلك، ما تخلوش في قلبك، خليه في رجلك. شفت الاشارات اللي يبينها لك النبي؟ يعني خلي الدنيا مش في ايدك، خليها في رجلك. ده احنا لما بنقول الناس في ايدك مش عارفين ينفذوها، فما بالك النبي عايزها تبقى في رجلك، عشان تبقى من اهل الجنة تبقى الدنيا في رجلك، افهم. لان الرجل اللي هي بتسعى بيها الى الله، فكأن الدنيا سبب للسعي الى الله، فهم؟ مركوب تركبها توصل بها الى الله. تشبيه جميل لطيف حلو. يا الله، الأظهر فيه العموم، يبقى الأظهر في الحديث إيه؟ العموم. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث غير هذا: في كل كبد حر أجر، في كل كبد حر، يعني على وزن عطشا. إحدى روايات الحديث هي في كل كبد رطبة، الرواية المشهورة، لكن في رواية حر، وحر دي على فكرة رواية فيها إعجاز طبي للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو كان في أمة أمية وكان أمي لا يقرأ ولا يكتب. منين عرف أن أسخن عضو في الجسم كله هو الكبد؟ الحرارة العادية فيه 40 درجة، أقل من 40 الكبد يبوظ ما يشتغلش. صدق بقى دي، يعني تلاقي أنت جسمك بالرغم أن جسمك ده كله الدم فيه بيمشي في كله، إلا أن كل عضو ليه درجة حرارة مختلفة عن العضو التاني، مع أن طبيعة الماء أن تستطرق في الحرارة، مش كده برضو؟ لو المية حطيت شوية مية سخنة جنب مية باردة هتستطرق الحرارة ويبقوا الاثنين بنفس الحرارة واحدة، البارد ياخد شوية من الحرارة يقوم يفقدها لحد ما يستووا مع بعض، مش كده برضو؟ لكن الجسم غريب،
الدم هو ميه، ميه الجسم الدم، يجري في القلب، يجري من القلب لجميع اعضاء الجسم، يروح للكبد يبقى حرارته 40 عشان الكبد يشتغل، يروح للعين حرارتها 16 عشان تعرف تشوف رايقه كده، ما لو عينك سخنه ما تعرفش تشوف، تنام وتدمع وتحمر وتزغلل، لازم تبقى العين حرارتها هاديه خالص. ويروح للخصيه، محل الحيوانات المنويه، ربنا خلق الخصيه بره في الشارع كده، ما خلقهاش جوه البطن في وسط الحراره العاليه، لا خلاها في الشارع، وخلى الغلاف بتاعها ما فيهوش جل، ما فيهوش دهن، مهما الراجل كل وتخن الدهن يتجمع في جميع اجزاء جسمه الا في جلد الخصيه اللي هو كيس الصفن، ممنوع يجي دهن هنا. طب ليه؟ عشان الخصيه ما تعملش حيوانات منويه الا لو كانت حرارتها اقل من 35. عشان كده لما تبقى في عيل اتولد عنده خصيه معلقه، يعني خصيته في بطنه، لازم تنزلها له بدري بدري، والا بتمشش، ما تعرفش بعد كده تعمل حيوانات منويه كويس. ليه؟ لانها اتربت في بيئه حاره، هي اصلا عايزه تعيش في بيئه معتدله، فهمت؟ في مناخ معتدل، مش تجيبها في خط الاستواء، واضح؟ يبقى عندك انت الكبد هو خط الاستواء في الجسم، لان الجسم ده ارض، لانك خلقت من الارض، فانت صوره منها، في اجزاء منها بارده واجزاء منها شديده الحراره واجزاء منها معتدله المناخ، وكل ده وبيجري فيها ميه واحده، دم واحد في جسم واحد. يا ايه الاعجاز العجيب ده في الخلق؟ ومنين النبي عرف بقى ان الكبد هو احر عضو؟ الا يبقى ربنا اللي خلق الخلق هو اللي قال له، يبقى بينبئ بالغيب، واللي بينبئ بالغيب يبقى نبي، فهمت؟ لان ما تعرفش ان حراره الكبد 40 الا من 150 سنه بس 150 سنه فاتت ما كانش حد يعرف، ولا الاطباء حتى يعرفوا ان حراره الكبد تبقى كده، فهمت؟ يقوم النبي يقول ايه؟ في كل كبد حرة، يا على حرة دي، والله لو العالم اللي هم يعني بيقولوا على النبي ده مش رسول ولا يوحى اليه، فهموا اللفظ ده حرة بس، وانه ده اتقال من 1430 سنة واكثر من رجل امي لا يقرأ ولا يكتب في بيئة امية، لا يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله على طول، بهي كلمة لفظ حرة، ايه حرة دي؟ ايه حرة دي يا رسول الله؟ نشهد انك رسول الله، فهمت بقى؟ في كل كبد حرة، احر عضو، احر عضو في الجسم كله، سبحان الله. فعم جميع الحيوان، لان كل الحيوان فيهم اكباد، واحر عضو فيهم هو الكبد، والحرارة يناسبها الماء عشان تطفيها، فهمت؟ وقال تعالى في كتابه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والآي والأحاديث في ذلك كثيرة. الوجه الثاني، الآي والأحاديث اللي تدل على العموم، يعني إن الأمر ده عام، مش خاص بالكلب ولا خاص بالرجل، ده في كل زمن وفي كل وقت. يبقى شوف الأم اللي بتربي كم عيل من أولادها، ربتها ولد ولا ولدين ولا بنت وولد ولا تلات عيال ولا خمس عيال، وهم أطفال صغيرين لا يستطيعوا يتحركوا، تقعد شهور طويلة تسقيهم وترضعهم وتأكلهم وتحميهم شوف قد إيه ثواب بقى، قد إيه ثواب بتاخده. إذا كان اللي يأكل كلب بياخد ثواب كده، شربه مرة واحدة، شوف الأم هي بتشرب ابنها كم مرة وتأكله كم مرة، لفين؟ على بس ما ايه اول ما ينطق يقول الله الله الله، تفرح قوي ان الواد بدأ ينطق، بعد ما يكون ايه طلع روحها في التعب، لكن هي على قلبها احلى من العسل. فشوف قد ايه بتاخد ثواب وهي قاعدة بتأكل ايه ده وتشرب ده، وتقوم بالليل، وده عطشان، وده ايه تدخله الحمام قبل مش عارف ما يعمل ايه، وده لما يعيا تديله الدواء في المواعيد، وتظبط المنبه، وتوضب لهم الاكل وهم بره عشان لما يجوا ياكلوا، كل دي عبادات عبادات عبادات،
والاب في بره بيسعى في ايه في الارض عشان يجيب لهم رزق حلال علشان ياكلهم وعلشان ينفق عليهم عشان ما يضيعوش، لان كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. فشوف قد ايه انت بتحفظ الحاجات دي كلها، تلاقي نفسك بتعبد ربك في كل لحظه، مش وانت بس واقف على سجاده الصلاه، ده انت طول النهار في عباده بس انت مش واخد بالك، طول النهار في عباده، طول النهار مع كل نفس. فادي المساله، شوف النبي بقى حول حياتك كلها الى انها تبقى لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يا سلام يا سعادة واحد يكون قاعد جنب صديقه وصديقه يقول له أنا عطشان ناولني المية دي، ده ادالك هدية كبيرة. مش تقول له ليه وانت عجزت ما تقوم يا ده انت تقوم تجري تسقيه، لان شرف، شرف ما بعده شرف انك تروح تسقي هذا الانسان، لان لو حيوان هتاخد ثواب كبير فما بالك لو انسان. لكن الناس لانها مش مدركة المعاني دي يقعدوا يتخانقوا مع بعض، بيتأمر عليا كل شوية يبقى قاعد وجنبي المية يقول لي ناولني اشرب وانا خدام عند اللي خلفوه. شوف الشيطان بقى عايز يحول العبادة الى كفر، ما دي شغلته، في حين انك انت لو فهمت انها عبادة تقول له يا سلام كل ما تعطش بس اديني بس مسج وانا اجي لك جاري، اسيب اللي في ايدي اتي اليك ولو حبوا، يا يوم حتى يحرج منك بعد كده، بعد كده مش هيقول لك اسقيني تاني لانك قاعد تدلعه زياده عن اللزوم، لدرجه لما تدلع زياده عن اللزوم هو مش متعود على كده، هو متعود ياخد على دماغه طول النهار فهيتوغوش منك. لكن الامه متراحمه لو انت فهمت ان الحياه، يا سلام على الراجل اللي سهران طول الليل في طابونه العيش قاعد يخبز واقف قدام الفرن ليه؟ علشان الناس نايمه تصحى الصبح تلاقي عيش تاكل، يا على عبادته، اهو ده احسن عند الله من اللي واقف طول الليل يقرا قران، لان اللي واقف طول الليل يقرا قران عبادته ايه؟ قاصره عليه، لكن ده عبادته متعديه للغير. فتصور انت الراجل قاعد يعجن الخبيث ده، تيجي تساله ايه اخبارك يقول لك مهنه زي الزفت طول النهار واقف قدامك، لانه مش فاهم انها عباده. عارف لو فاهم انها عباده يقول يا سلام ايه احلى مهنه ربنا اقامني فيها، في قوت الخلق، اقامني في إحضار قوت للخلق عشان يأكلوا ويتعبدوا الله ويتقوا، يقوم كل قوة تأتي في أبدان الناس اللي شارت عيش منه واخد هو ثوابها صدقة جارية، مش هيأكلوا، يتقوا على السعي في طلب الرزق، يتقوا على عمارة الأرض، يتقوا على الصلاة والصيام والقيام، يقوم هو اللي عمل لهم الشغلة دي ياخد الثواب. ومش كده وبس، هو اللي زرع القمح وهو في الأرض، واللي شال القمح على كتفه علشان يحطه في السوال وينقله للعربية اللي هي هتروح للفرن عشان يشتغل، كل ده واخد ثواب. ايه ده؟ ايه الأمة العجيبة المتعبدة دي في كل أحوالها؟ فهمت بقى؟ فلو كل واحد عرف ان ربنا أقامه في محل عبادة عالي يقوم يقنع بما أقامه الله فيه فلا يلتفت، والملتفت لا يصل. واضح؟ الوجه الثاني فيه دليل على معرفة الحال بالقرينة، يؤخذ ذلك من قول رأى كلبا يأكل الثرى، لأن أكله الثرى لا يكون إلا دليلا على العطش، يعني اللي هو محتاجش أن الكلب يكلمه ويقول له أنا عطشان، هو فهمها كده بحالة الكلب، كلب بينقي التراب المبلل بالماء وبيأكله وفي مكان صحراء، يبقى حالته تدل على أنه عطشان، مش محتاج بقى يقول له انت ليه بتعمل كده يا كلب، حاجه غريبه قوي، انا اول مره اشوف كلب بيعمل كده، شغل غباوه بقى. لا، يبقى الواحد يبقى ذكي لماح، يعني النبي عايزك تبقى لماح، يبقى المسلم لماح، يلمح الحاجه، يحس بغيره، يحس بغيره، مش يبقى غيره تعبان ويطلب منه، يبقى غيره طهقان ويكلفه فوق ما يطيق، يقوم يضطر ان هو ايه يثور عليه، لا حس باللي حواليك. تلاقي واحد ما نامش بقاله يومين وتعبان، تقوم تقول له يا اخي بس ايه لو سمحت ممكن تنزل كده مشوار تجيب لي، يا عم انت عارف انه جاي من شغله دلوقتي وبقاله يومين سهران، تطلب منه دلوقتي؟ هو انت ما فيش يعني شميمه كده، يعني دم زي ما بيقولوا؟ يبقى تبقى لماح، تبقى الايه الزوجه قاعده في البيت في التراوه
صحيح بتشتغل كل حاجة بس في الطرق، وجوزها جاي في الحر الشديد وجايب معاه فاكهة وشايل وحط، تقول له أنت ما بتعرفش تشتري حاجة، شوف الفاكهة معطوبة إزاي، وهو لسه ما بلعش حتى شوية مية، مش حاسة بيه، مش حاسة بيه. النبي مش عايز كده، عايزك تبقى لماح، تحس بالناس يا أخي، حس بالناس. جايب لك هدية وجاي ومبسوط وبتاع، وبعدين ايه اول ما يوريك النوع ده بالذات ما بحبوش، يا اخي ليه كده يا اخي، ليه تكسر نفسك؟ قول له يا ده الحكاية دي انا كنت مستنيها وانت مش محتاجها، واول ما ينزل تاخدها تديها لغيرك، ما يجراش حاجة، لكن تدخل في قلبه السرور. عايزك تبقى لماح. شوف لما الاب ياكل الثرى حس بالكلب، محتاجش ان الكلب يكلمه. يعني انت بتحس بالكلب وما تحسش بالانسان؟ ده الانسان ساعات يكلمك ويقول لك جميع عذاره وانت كمان ما تدلوش عذر. يعني الكلب ما كلمش الراجل وعرف انه عطشان انت في ناس انسان يكلمك يقول لك يا اخي انا معلش كنت تعبان مش واخد بالي حقك عليا، يقول له لا انت قاصد، لا انت مجرم، يعتذر لك فلا تقبل عذر. والله انت بقى بتاع شكل بقى، يبقى ده مش حال اهل الجنه. حال أهل الجنة مش كده، حال أهل الجنة يقبل عذر المعتذر، يشعر بمن معه، فهمت؟ يحمل إيه الجهد عن غيره، يحب إن إيه يبقى الخير يجي عن طريقه للناس، لأنهم أهل فتوة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هو ده حال أهل الجنة. الوجه الثالث فيه دليل على أن الحاجة تخرج الحيوان عاقلا كان أو غير عاقل عن مألوفه وعادته، يؤخذ ذلك من أكل الكلب الثرى وهو التراب المبلول بالماء من أجل ما يجد فيه من أثر الماء، وليس يفعل ذلك إلا عند استقامة مزاجه، إلا عند عدم استقامة مزاجه، وليس يفعل ذلك إلا عند عدم استقامة أو إلا عند عدم استقامة مزاجه. ويؤخذ من ذلك أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه. يبقى أول حاجة إن الإنسان عند شدة الحاجة يخرج عن مألوفه، عند شدة الحاجة يخرج عن مألوفه. يعني ساعات الجسم حتى لما الست تبقى حامل وتحتاج مثلا حاجة معينة ناقصة في الغذاء تلاقيها تميل لإيه. كان زمان يلاحظوا الحكاية دي، كان زمان في بعض أرياف مصر يقول لك الست الحامل بتاكل الجير، تلحس الحيطة، يجي لها شعور من جواها أنها عايزة تاكل الجير، حاجة غريبة أوي، لدرجة تبقى مكسوفة تاكل الجير قدام الناس، أول ما الناس تمشي تروح حاطة إيدها في شعر الجير وحطهم كده تلحس، لأنها عندها ميل عجيب للجير، كأنه قدامها أكل. لما عملوا أبحاث لقوا إن بيبقى عندها نقص كالسيوم والجير مليان كالسيوم، فتخرج عن مألوفها، نفسها تروح للي جسمها محتاجه، حاجة غريبة أوي. فبقوا يدوا للستات الحوامل كالسيوم ويقولوا لهم اشربوا لبن بدل ما ياكلوا الجير، عشان بعد كده هيخربوا الحيطة وأنت موضب الحيطة. هتخش تلاقي الست الحامل نخربت لك الحيطة وقعدت بقى، فبدل ما تنخرب لك الحيطة هات لها يا عم شوية لبن، شوية ماشي حالك عشان البيت ما يتخربش. يعني الإنسان عند الحاجة يخرج عن مألوفه، لأن الإنسان بطبيعته ما ياكلش الجير. الإنسان بطبيعته المسلم ما ياكلش الميتة، لكن عند الحاجة ياكل الميتة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى الإنسان عند الحاجة يخرج عن مألوفه، لأن الكلب طبيعته ما بياكلش التراب المبلول، طبيعته كده، لكن عند شدة الحاجة للماء عمل إيه؟ بقى ياكل التراب المبلول، خرج عن مألوفه. يبقى برضو الإنسان بيخرج عن مألوفه عند الحاجة. ويؤخذ من ذلك أيضا أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه عند عدمه عقلا وطبعا. أي شيء قريب من الشيء يخد حكمه. احنا قلنا إيه حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له. فلما التراب ده كان مبلول وهو نفسه في المية فاعتبره مية بقى يأكله، خد حكمه، ده كلب عاقل قوي. لا بس الكلب ما جابهاش بالعقل، الكلب جابها بالطبع، لأنه مطبوع على ما ينفعه. يبقى عشان كده قال لك عقلا وطبعا، عقلا عند الانسان وطبعا عند غير ايه
غير الإنسان. فعقلا في غير ما موضع من علم العقل طبعا، لدرجة حتى يقول لك إيه، إنهم القوم لا يشقى جليسهم. يبقى ما جاء من جاور السعيد يسعد، الناس العوام يقول لك إيه، من جاور السعيد يسعد. طيب مش كده وبس، ده لما بيدفن مسلم مع الصالحين بيخفف عنه من عذاب القبر عشان المجاورة بس. ده لما يبقى ناس بتعذب في قبورهم ويجي صالح يدفن جنبهم يترفع عذاب القبر عنه، يبقى من جاور السعيد ايه يسعد. يبقى بتأخذ ايه المجاورة، تأخذ حكم ما جاورها، مش كده برضو؟ ده موجود بالعقل والشرع والطبع كل حاجة. وأما بالطبع ففي هذا الموضع، لأن الكلاب وجميع الحيوان غير بني آدم والجن لا عقل لهم، لكن طبعوا على معرفة منافعهم، فالذي يجدون فيه منفعتهم أنسوا به، وإذا لم يجدوه ووجدوا ما يقرب منه استعملوه. يؤخذ ذلك من أكل الكلب الثرى، لأنه يجد بالماء التبريد، فلما عدمه ووجد في الثرى ما يقرب منه في التبريد استعمله ولم يبالي بثقل الثرى. ويترتب عليه من معرفة الحكمة أن الثقيل عند الحاجة إليه يخف، ويلزم ضده أن الخفيف عند الاستغناء عنه يثقل. يبقى الحاجة لما تكون أنت محتاجها ولو تقيلة تخف عليك طالما أنت محتاجها، والحاجة لو أنت مش محتاجها ولو خفيفة تبقى تقيلة. أنت ماشي مثلا وشبعان ومبسوط ورايح مشوار بسيط، واحد يقول لك خد السندوتش ده معك. السندوتش ده يعني وزنه حاجة ولا حاجة، ده أقل من ربع كيلو، خفيف يعني. تقول لا ماشي مش عايزه. ليه؟ أصله تقيل، هحطه فين؟ لأنك مش محتاجه. لكن أنت مسافر سفر بعيد تشيل معاك زنبيل أكل قد كده 20-30 كيلو، وتفضل تحطه وتعمله. ليه؟ علشان هتحتاجه، فطالما هتحتاجه يبقى التقيل يخف، والحاجة اللي ما تحتاجهاش تبقى الخفيفة تتقل. طبيعة الإنسان كده، فهمت؟ طب لو أنت محتاج الآخرة يخف عليك مجاهدة النفس. لو أنت مستغني عن الآخرة لأنك غافل تبقى تقيلة على النفس، مجاهدة النفس تقيل لأن أنت مستغني عنه، فهم؟ محتاج الدنيا وبتحبها ومالية قلبك، مش عاملها جزمة خف، لا أنت عاملها في قلبك، تقوم تسعى في الدنيا وتكد تكد ليل نهار، ويبقى الكد ده على قلبك أحلى من العسل لأنك بتحب الدنيا. فهمت بقى إزاي؟ يبقى الإنسان تلاقيه إيه؟ تلاقيه عبد ما يهوى. الحاجة اللي يحبها تبقى خفيفة عليه، يعمل اللي ما يعمل من أجله، وتبقى على قلبه يقولك إيه أحلى من العسل. فهمت؟ ولهذا المعنى خفت المجاهدة على أهل الحقيقة لاحتياجهم لمولاهم وتحققهم بذلك، وثقلت على أهل الدنيا لحبهم الدنيا وكثرة احتياجهم إليها، وثقلت عليهم العبادة التي يتنعم بها أهل المعرفة، وخفت عليهم لمعرفتهم بما فيها. ولذلك قال عز وجل في كتابه: وإنها اللي الصلاة والعبادة يعني لكبيرة إلا على الخاشعين. تبقى مش كبيرة، خفيفة. إنه يسير على ما يسره الله عليه، فهم؟ ويؤخذ منه الدلالة على لطفه عز وجل بجميع خلقه. يؤخذ ذلك من إلهامه الكلب أكل الثرى حتى يكون ذلك سببا لرحمة الرائي له حتى يرويه بالماء. شوف ربنا ألهم الكلب يأكل الثرى في وجود الرجل ده علشان يريد أن يرحم الكلب ويسقيه. يوم يجي الرجل ده في الوقت اللي هو الكلب بيأكل الثرى عشان الرجل يفهم أنه عطشان يقوم يرويه. شوف ربنا بيسبب الأسباب إزاي عشان في الآخر يروي الكلب. يبقى لطيف بعباد سبحانه وتعالى. ويؤخذ منه أن من أحسن الصفات إيصال الخير لجميع الخلق. يبقى من أحسن الصفات
إيصال الخير لجميع الخلق لأي نوع من الخلق، فما بالك للرحمة للعالمين. النبي عشان تعرف أن النبي أفضل الخلق على الإطلاق، لأن ما من خير يصل للخلق إلا عن طريق النبي، لأنه هو الرحمة للعالمين. فأي حاجة تيجي لازم تعدي من الله للنبي الأول ومن النبي لسائر الخلق، فهو أكثر الخلق منفعة للخلق اللي هو النبي. وإحنا عارفين أن أحب الخلق إلى الله أنفعهم للخلق، يبقى من أنفع الخلق على الإطلاق هو نبينا، يبقى هو أحب الخلق على الله. سهلة سهلة على طول، أدلة كتيرة يعني على أن النبي هو أحب الخلق على الله، دي من ضمنها. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أحبكم عند الله أكثركم إيه؟ نفعا للخلق. طيب ومين أكثر نفعا للخلق على الإطلاق مطلقا كده؟ النبي، لأنه رحمة للعالمين. إذا كان اللي نفع كلب بس في لحظة وسقاه مرة دخل الجنة، فما بالك ما من إنسان أو مخلوق يتنفس أو يتكلم أو يتحرك أو يعبد أو يرزق أو يسعد أو يشقى، إلا كل ذلك عن طريق النبي مددا من الله إلى سائر خلقه. فتعرف قد إيه النبي مقامه عالي فوق كل مقام صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من ذلك جزيل الثواب على هذا الفعل اليسير وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليتأسى المؤمنون بهذه الصفة المقربة يعني إلى الله. الوجه الرابع فيه دليل لمالك، الإمام مالك يعني، الذي يقول إن التعريض بالشيء كالمنطوق به يؤخذ ذلك من إخباري عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، لأن الإخبار يدور بين أمرين: إما أن يخبر به لغير فائدة، وأعوذ بالله أن يخطر ذلك على قلب أحد، ومن خطر ذلك بقلبه وقبيله فليس بمؤمن. إن يقول إن النبي بيخبر بحاجة ملهاش فائدة، ايه يعني القصص اللي بتقولوها دي في الاحاديث الغريبة دي؟ واحد دخل الجنة في كلب سقاه، في ناس بتقول كده والله. اللي يقول كده يروح في داهية، لان النبي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ده اكيد بيقول كده لاشارة انه يزرع الرحمة في قلبك، يريد ان يعرض بك وبقسوة قلبك بمن وضع الله الرحمة في قلوبه. فبدل ما يقول لك يا قاسي يا مجرم يا ظالم، يقوم يقول لك ايه؟ يقول لك ده في راجل في الامم السابقه شاف كلب عطشان شديد العطش، ام ايه، وما حلتوش الا الخف بتاعه ماشي في صحراء. شوف الخف ده بالنسبه لواحد ماشي في صحراء بالنسبه له روحه، لان مع الشمس ما يقدرش يحط رجله من غير الخف، يقوم يفسد الخف بتاعه عشان يسقي الكلب. قد ايه الرحمه في قلبه وربنا دخله الجنة، كأنه بيقول لك اللي على رأسك بطحة وهي قسوة في القلب افهم واتقي الله. بيعرض، مش يقول ايه يعني، ايه يعني احنا هنفهم ايه من الكلام ده؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، يفهموا العظة العظة. طب ايش معنى البعوضة؟ لان البعوضة من الحشرات النادرة اللي هي لو شبعت ماتت. فربنا بيقول لك ايه؟ ما تبقى زي البعوضة تشبع من الدنيا يقوم يموت قلبك. افهم، لو شبعت من الدنيا حيموت قلبك. يقوم المسلم فهم فخد من الدنيا بقدر الضرورة، ما رضاش يشبع. والكافر يقول ايه ده، ايه بعوضة دي وناموس، احنا بتاع هو ده كتاب حشرات، مش كده برضو؟ ادي المشكلة. يبقى المؤمن ربنا منور قلبه يفهم على طول الإشارة. النبي هنا قال لنا في الإشارة الراجل اللطيف ده الحلو ده الرحيم ده اللي سأل كلب ربنا دخله الجنة، يعني بيقول لك يا أخي ده في الكلب النجس عمل كده، يبقى اتقي الله مع المسلم، مع المؤمن، مع أخوك، مع ابنك، مع زوجتك، مع جارك، مع صديقك، مع كل من يتعامل معك، حتى مع عدوك. النبي أمرنا بالإحسان للأسير، مش كده برضو؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير اللي كان الأمم السابقة يقتلوه، النبي يحضنا على أننا نطعمه وهو كان جاي يقتلني، أول ما أخده في أسري أو أمنا أدفيه وأكله وشربه وربيه وهو كان جاي يقتلني. شوف الأمة بقى العالية،
شوف الأمة العالية بقى، فهو عايز ينقلك النقلة دي بالإشارة بدون ما يجرحك ويقول لك يا قاسي يا مجرم يا قليل الأدب، مش عايز يقول لك كده، مش عايز يجرحك، بيعرض بالتعريض. وده من كمال أدب النبي في أخذ أيدي الناس إلى الله بكمال الأدب. شوف أنت مثلا سيدنا نوح وكل الأنبياء في كمال الأدب، لكن الأدب يتفاوت. سيدنا نوح مع قومه قال إيه؟ أنتم بريئون، أنا بريء مما تجرمون، مش كده برضو؟ وأنا بريء، لا أنا بريء مما تجرمون، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. في سورة هود هيقرأ لنا الوقت عبد الله ورش، كويس؟ أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، مش كده؟ ده سيدنا نوح قال كده. طب سيدنا محمد قال إيه؟ قل فإيه؟ فعلي إجرامي وأنا بريء مما تعملون. يا على النبي، ما قالش تجرمون، تودد. قالها فين؟ في سورة سبأ، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل إن إيه؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما إيه؟ تجرمون ولا تعملون؟ شوف تودد النبي بقى، وده نبي وده نبي، والاثنين على كمال الأدب، يقوم نبينا يكسب. افهم، نبينا ما يقول لهمش للمجرمين مجرمين، علشان عايز ياخد بإيديه. سيدنا نوح عنده صراحة، قال للمجرم مجرم في عينه، لكن النبي عنده أمل في أن المجرم ينصالح، فما رضاش يقول له أنت مجرم في عينك، قال لك أنت بتعمل إيه، ما قالوش أنت بتجرم في إيه. شفت بقى التودد، ونسب الإجرام لنفسه، عشان تعرف تفاوت الأنبياء في الدرجات وفي الدعوة، تقوم تفهم إن النبي ده رحمة للعالمين. ما أنت أصلا ما تخدش القرآن كده هو كله على بعض، لا، افهم قصص الأنبياء، ده جاي ببيان درجات الأنبياء عند الله ومقامات الأنبياء عند الله ومقامات الدعوة. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده هنا بيقول لك ان ايه، سيدنا الامام مالك قال ان التعريض بالشيء كانه صرح بيه. يعني انت مثلا تلاقي احد ابنائك قاسي شويه على بيت اخواته، وفي واحد من ولادك التانيين تلاقيه حنين على بيت اخواته، يقوم تيجي انت للقاسي ده تقول له ايه؟ ما تقولوش يا قاسي، تقول له يا اخي ده اخوك كان شايف اختك تعبانه وجعانه وهو كان لسه جاي من الشغل وتعبان، ام ايه دخل عمل لها الاكل بتاعها وجابه لي. ما تقولوش انت ايه بتعمل كده او ما تعملش كده، انت بتحكيها له، بس بتحكيها له. فما تحكيها له هو بقى لو عنده عقل يقول اه يا اخي ده انا بايخ قوي، ده انا ياما طلبوا مني اعمل لهم حاجه واقول لهم انا اصلي ببقى مشغول، انا تعبان، انتوا ما عندكوش دم، انتوا شايفين ان انا تعبان. لا، يبقى بتأدبه بطريقه غير مباشره. فهمت بقى المساله؟ فالنبي كده يحب يأدب، يقول ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا، ما كانش يحب يواجه الإنسان المخطئ بخطأ، لأن لما تواجه المخطئ بخطأ أمام الناس تبقى فضحته، والنبي مش جاش للفضيحة. ده قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لما أحد الصحابة قالوا أن حد الزنا لا يقام إلا بأربع شهود، ولو جاء أقل من أربعة يجلدهم، فواحد من الصحابة بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يعني أرأيت إن رأيت رجل يزني مع امرأة وما فيش غيري، ولو قلت تجلدوني أعمل إيه؟ قال لو كان معك ثوب فاسترهما. يا على المعنى العالي، لأن أنت عايز تنتقم منهم، يعني عايز تعاقبهم، ما تسيبهم لربهم، هو اللي يعاقبهم، أنت مالك، أنت عايز تشفى، سيبهم لربهم، مالناش دعوة، خلاص. يقول لك لا، وانا هشوف بقى الغلط يعني وما اعملش، وانت يعني ايه شغال شرطي؟ انت ربنا بعثك شرطيا في الاكوان؟ ما هو هي حكايه كده، فضايح بقى هي؟ لا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلم امته ازاي يبقوا عندهم
يعني ايه حسن تأتي للأمور، وعندهم رأفة وعندهم شفقة وعندهم رحمة، وازاي يتربوا ويربوا غيرهم، وازاي يربوا نفسهم، وازاي يبقوا قوات للناس، لانك هتقود الناس، هتقود كل الانواع، كل الانواع. في ناس تفهم بالاشاره وناس ما تفهمش بالاشاره، تقوم تفهم بالمقال، وفي ناس تفهم بالضرب ما يفهموش الا بالضرب. اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله. فهناك من اسلم بعد ما النبي ضربه بالسيف، وهناك من اسلم بمجرد ان النبي نظر اليه نظره مع ابتسامه جميله فقال اشهد انك رسول الله من غير ما يقول له حاجه، بانه يضع ايده على صدره كده خلاص. والتاني ما يسلمش الا في الاسر بعد ما يتضرب على قفاه ويتضرب مش عارف ايه ويجروه ويسحلوه، وبعدين يعرف انه حق الله، ما ده حق، يقوم يسلم. يبقى انواع كتيره، الناس انواع كتيره، الناس تيجي بالضرب وناس تيجي بالاشاره والمطر وهكذا. فالنبي جاب كله، عمل كل حاجه صلى الله عليه وسلم، عمل كل حاجه وعمل كل الوسائل علشان ياخد الخلق بجميع انواعهم وبجميع امراضهم لله عز وجل رحمه بهم. فعشان كده بيقول لك ان ايه الامام مالك فهم هنا ان التعريض بالشيء كالمنطوق يؤخذ ذلك من اخباره عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث، لان الاخبار يدور بين امرين: اما ان يخبر به لغير فائده، واعوذ بالله ان يخطر ذلك على قلب احد، ومن خطر ذلك بقلبه وقبله فليس بمؤمن، لان الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى، وهذا عموم. واما ان يكون لفائده او فوائد جمله وهو الحق، فظهر ما أشرنا إليه من الفائدة قبل وما فيه من الفوائد بعد، لأنه عز وجل قص علينا في كتابه العزيز القصص وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤادك، وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فلذلك قال فقهاء الدين: إن القصص طلب منا مقتضاها بالضمن، والأمثال كذلك. ولذلك قال عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون. يبقى ما حد بيحكي لك قصة مش علشان تتسلى بيها، لا، ده علشان تاخد العظة منها وتاخد العبرة منها. الوجه الخامس فيه دليل على أن من أكبر القرب الخير المتعدي، يؤخذ ذلك من حسن الجزاء على هذه الفعل اليسيرة مع هذا الحيوان الذي قد أمرتنا الشريعة بقتله. تكتب أحيانا مش مطلق، بقتله أحيانا. جل من لا يسهم، فكيف بمن هو عاقل مكلف، فكيف بمن هو صالح منهم. وهذا إذا تتبعته يتعدد كثيرا، وعلى هذا فقس. الوجه السادس فيه دليل على التحضيض على جميع أعمال الخير، كتبها التحصيص، هي التخصيص، هي التحضيض، التحضيض يعني الحض، يعني الإغراء على فعل جميع أعمال الخير، أو الحث على فعل جميع، الحض على الشيء يعني الحث على الشيء. فيه دليل على التحضيض على جميع أعمال الخير، إذ لا يدري بما تكون السعادة، إذ بهذا حصلت تلك السعادة وهي دخول الجنة، فلا يضيع منها شيء. لا تحقرن من المعروف شيء، تعرفش أنت هتدخل الجنة بإيه. الوجه السابع فيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر، يؤخذ ذلك من شرح حال الحديث، لأن هذا الحال المذكور وهو كونه كان في البرية وسقى هذا الكلب، دليل انه كان في صحراء ومحدش شايفه، وكان حاجه بينه وبين ربه، مش بيعمل كده علشان مثلا يرضي صاحب الكلب او يطلب اجر من حد او حاجه، لا، ده كان كانه عمل سر في السر، يعني معناه اخلاص. وهو كونه كان في البريه وسقى هذا الكلب، لم يكن هناك احد يبصره، فكان خالصا حقيقه. يزيد هذا بيانا قوله صلى الله عليه وسلم في صدقه السر: حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل، مش كده، ظل عرشه. الوجه الثامن فيه دليل على ان كمال الاجر يكون بكمال العمل، يؤخذ ذلك من قوله: حتى ارواه، مش يشربوا شفطه وخلاص، لا، ده فضل يملأ الخف، الكلب يشربه كله، يروح يملأ تاني لحد ما شبعه، مش اكتفى بقى بمرة واحدة وخلاص وقال كفاية، لا،
يعني لما تعمل الخير اعمله على اخره، كمله، لان ربنا سبحانه وتعالى يحب الكمال لانه هو رب الكمال. انما تعمل حاجه ناقصه لا مش حلوه، تعملها بكمال. قال لي حتى ارواه ولا قال حتى سقاه؟ لا، ما كان ممكن يقول حتى سقاه، فالسقيا قد تكون كافيه وغير كافيه، لكن ارواه لا تكون الا اذا كانت كافيه. شفت بقى النبي لما يجي يحكي القصه يحكيها بالالفاظ اللي هي تبين لك المعاني اللي انت تفهم منها ايه الاشارات بتاعتها. يعني كانه بيقول لك لما تعمل خير كمله، ما تجيش في النص وايه وتخلع، تقعد تحسن لاولادك تحسن لاولادك لحد ما العيال يبقوا في اخر سنه في الكليه تبطل تنفق عليهم، يقوم العيل ما يعرفش يتخرج، يقوم يفضل يسقط لحد ما يترفد من الكليه. طب ما ينفعش، انت احسنت اليه خليه ما يتخرج ويشق طريقه، خليك سنده كده وستره لحد ما يشق طريقه في حياته. انما تيجي على اخر لحظه اخر محطه وهيوصل المحطه الجايه تروح منزله من على الاتوبيس والاتوبيس ماشي يقوم يتعور، ما يصحش. مش من حسن ايه العشره ولا حسن الشفقه. يبقى الشفقه انك انت تعمل حاجه لاخرها لحد منتهاها، حتى ارواه. شوف حتى ارواه دخل الجنه، يعني اما تكمل العمل تدخل الجنه. شفت بقى، حتى ارواه دخل الجنه، كمل العمل تدخل الجنه. ينفع تصلي الظهر اللي هو اربع ركعات تيجي والله ركعتين حلوين الحمد لله طولنا فيهم كويس، وبعد ما تقرا التشهد الاوسط بدل ما تقول للثالثه والرابعه تقول السلام عليكم كفايه كده النهارده نكمل بكره؟ ما ينفعش، كانك ما صليتش الظهر، لازم تكمله. يعني اما تعمل العمل الصالح نصه او ربعه او ثلاث ارباعه ما يتقبلش، يتقبل لما يكمل اربع ركعات كاملين، سلمت وخلصت خلاص عدي. لكن ينفع مع التشهد الاخير تيجي في الاخر بقى تكسل تقرا التشهد؟ ما احنا الحمد لله كنا كويسين في الاربع ركعات شغالين حلو قوي، نيجي بعد التشهد بقى كفايه بقى كده، يعني ما ينفعش الصلاه تبطل، ما ينفعش، لازم تبقى محافظ على وضوءك طول المده لحد ما تسلم. ينفع تيجي في النص تروح ناقد وضوءك تقول كفايه الحمد لله احنا صلينا ركعتين بوضوء وركعتين من غير وضوء؟ ما ينفعش يا استاذ، يا استاذ ما ينفعش يا استاذ، لازم تعمل الحاجه كامله. شوف ديننا بقى عايز يكملك، وعشان كده كان مشايخنا يقولوا لنا كده، يقولوا لنا الاجر عند كمال العمل، كانوا يفهمونا كده يا ربنا على كده. مش تعمل نص الواجب يقول لك انت هتديني كام النهارده، ده نص يا ابني كانك ما عملتش، كمل تاخد الاجر. ويقول لك بركة العلم عند نهاية الكتاب، لما تكمل الكتاب مش تاخد صفحتين وباراجراف من هنا وفصل هنا ومش عارف انت هنا، فرش. العلم الناقص اخطر من عدم العلم، لازم تاخده على بعضه تقوم تكتمل الصورة في ذهنك. عشان كده كان مشيخنا يقول لك ايه، يقول لك الاجر عند نهاية الكتاب، مش تحضر الكتاب، الكتاب بيتشرح مثلا في خمس سنين تقوم انت تحضر اربع سنين وتمشي وبعدين تقول انا بقيت عالم. لا مش عالم، او ده بالظبط زي اللي صلى الظهر ثلاث ركعات ومشي ما صلاش الظهر. فهمت بقى ازاي؟ فالنبي عايز يكمل. كل ده عرفناه منين؟ من كلمة حتى ارواه، حتى ارواه يعني كمال. فهمت بقى اشارات الاحاديث النبوية الجميلة؟ فلما أكمل له ريه أكمل الله له نعمته عليه وهو دخوله الجنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الخير كله بحذافيره في الجنة، ويؤخذ منه تغليب فساد هذه الدار إذا كان في صلاح تلك الدار، يؤخذ ذلك من غرف الرجل الماء بخفه، لأن الماء مما يفسد الخف، فلما كان في صلاح الآخرة فهو صلاح، يؤخذ منه تعب فهو صلاح. يبقى إفساد الدنيا من أجل الآخرة صلاح، كما أفسد الرجل خفه من أجل إيه العمل الصالح فكان صلاح، لأن الخف رمز زينة الدنيا زي ما قلت لك، أفسدها من أجل إيه العمل الأخير العمل لله. يبقى من أفسد دنياه بالعمل الصالح، واخد بالك إزاي، يبقى فيه صلاح. يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه جعل الإنسان الغني المقبول عند الله سلطه على ماله فأهلكه في الصدقة، يبقى في الصلاح.
عشان كده قالوا ايه؟ لا صرف في الخير، لا صرف في الخير، ما فيش اسراف في الخير. حتى لو انفقت كل ما عندك، سيدنا ابو بكر انفق كل ما عنده، قال ايه؟ ابقيت لهم الله ورسوله، عاب على النبي؟ ما عابش على النبي. واللي انفق نصه قابله النبي صلى الله عليه وسلم، لان الناس تتفاوت، منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه، انواع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء للكل صلى الله عليه واله وسلم. يؤخذ منه ايضا تعب المفضول اذا احتاج المفضول اليه، يؤخذ ذلك من تعب الرجل في اسقاء الكلب. هو مين افضل، الراجل ولا الكلب؟ الراجل. طب والراجل قاعد يخدم الكلب، يبقى يجوز ان الفاضل يخدم المفضول ويتعب من اجل المفضول. واضح؟ وإحسان المولى على ذلك، وبنو آدم أفضل من غيرهم من الحيوان ما عدا الملائكة، ففيهم خلاف. هل يعني فيها خلاف أصولي؟ يعني الراجح أن النبي أفضل الخلق على الإطلاق، بعدي في الأفضلية سيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، بهذا الترتيب. دول أفضل الخلق، الخمسة دول بالترتيب ده. طيب وباقيهم اللي بعد كده مين أفضل؟ باقي أولي العزم من الرسل، حوالي 313 رسول أولي عزم، الباقيين أفضل من سائر الأنبياء. طب واللي بعد 313 رسول أولي عزم؟ الأنبياء أفضل من الملائكة مطلق. كويس. طيب والصالحين؟ العلماء في الغالب قالوا إن الصالحين من بني آدم أفضل من عموم الملائكة. كويس. طيب لكن مش أفضل من خصوص الملائكة، ما تقدرش تقول إنه أفضل من جبريل مثلا، صعبة دي. لكن أفضل من عموم الملائكة، ده الراجح يعني اللي ما يحكيه لك. طيب افرض العصاة بقى، ده الصالحين من المؤمنين أفضل من عموم الملائكة. طب الفاسد من المؤمن مش أفضل من الملائكة؟ الملائكة أفضل لأنهم أهل طهر. فهمت بقى إزاي؟ ففيها بقى أي مناقشات كتير. الوجه التاسع قوله عليه الصلاة والسلام فشكر الله له، هل الشكر من الكلب لله أو هل هو من الله لعبده؟ فإذا قلنا أن الشكر يكون بالقول أو بالحال احتمل والقدرة صالحة، وإذا قلنا أن الشكر من الله لعبده فما معناه؟ فشكر الله له، يعني شكر الله له فعله ده، وربنا حيشكره ويقول له شكرا. إيه شكر الله يعني؟ يبقى ممنون يعني إنه عمل حاجة هو ما كانش يقدر يعملها يعني؟ شكر الله معناه قبوله، معناه رضاه عن عبده، معنى إرادة الخير له، هذه معنى شكر الله. فيكون الشكر هنا بمعنى القبول، فكأنه يقول قبل الله عمله فأثابه عليه بالجنة، واحتمل جميع الوجوه، فإن القدرة صالحة، وفقنا الله لما فيه رضاه بلا محنة بلا محنة بمنه سبحانه وتعالى. ونقف على الحديث العشرين غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خير.